ربما يأتي من يقول طيب الحديث النبوي الصحيح إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هات لنشوف بعد هالحديث شو بقي. معنى ذلك رجعنا للجبر. واحد معنى بحسب الظاهر معنى الحديث بحسب الظاهر أن الواحد مسكين بيعرى وبيشتغل وبيشتغل وبيتقرب إلى الله وبيؤدي الطاعات وبيتقرب بالقربات صلاة وصوم وحج قبل ما يموت بشوية يتخطفه قضاء الله عز وجل ويزجه في طريق الغواية ويختم له بخاتمة السوء. مسكين كل طاعاته ضاعت سدى. ليش؟ شو السبب؟ قبل كل شيء أيها الإخوة هذا حديث موجود صحيح في رواية لمسلم. في هذا الحديث ماذا يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو. آها كلمة فيما يبدو تطل بنا على الجواب على الإشكال. هذا الإنسان الذي يعمل بعمل أهل الجنة نحن لا نرى إلا الظاهر، لا نرى ما استكن بين جوانحه، نراه يصلي، نراه يحمل السبحة، نراه يذهب إلى الحاج، نراه يجلس في مثل هذه المجالس، ولكننا لم نطلع على فؤاده. المصطفى صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن كثيرين من الناس تراهم من أهل الجنة فيما يبدو من أعماله، ولكن هنالك زغلا تنطوي عليه بطائنهم، تنطوي عليه سرائرهم، زغل نفاق رياء كبر هدف آخر، ما أكثر أمراض الباطن التي يراها الله ولا نراها، صلي كذا إلى آخره. ولكن لا بد أخيرا أن تكون القاتمة صدى لواقع هذا الإنسان في سريرته لا في ظاهره فقط. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الإنسان الذي يعمل بعمل أهل الجنة وقلبه متفق مع ظاهره، قلبه وظاهره كلاهما متجهان إلى مرضات الله عز وجل، يعني مخلص في عمله لله، غير مرائي غير منافق، ليس مستكبرا إلى آخره. هذا يستحيل وقد عمل بعمل الله الجنة أن يهدر الله عز وجل عمله. كيف؟ والله عز وجل يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم. الباري عز وجل مستحيل تتقربوا إلى الله بصدق بدافع سليم بقصد مرضات الله والباري عز وجل يجي يضيع عملكم. لا 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 أبدا. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى أبدا. لكن من الذي تهدر أعماله التي نراها بحسب الظاهر أعمال صالحة؟ ذاك الذي نراه نحن يتقرب إلى الله بقربات كثيرة كثيرة، لكنه يهدف من وراء ذلك مجدا، يهدف من وراء ذلك مصلحة دنيوية، يرائي الناس إلى آخره. والله عز وجل